الله وبركاته. بيان وزارة الصحة اليوم في الكويت: 3 وفيات و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا. إجراء 4436 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، وشفاء 639 حالة جديدة و133 حالة في العناية المركزة. حالة تعافي جديدة إجمالي 96688، حالة وفاة جديدة إجمالي 610، إصابة جديدة إجمالي 105182 من 1000، مسحة جديدة إجمالي 747233، 3 وفيات و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ربنا يشفي الجميع يا رب.